ربنا يسهل. لا انا ولا حاجه. باي. قال لك ايه؟ مبروك. ايه؟ مش هيحصل جواز. يا دنيا. ليه؟ الشيخ مأذون مشغول كومبلي على ودنه. طب هو لازم مأذون الحي؟ ما تشوف مأذون تاني. هو الواحد ما يعرفش يعتمد عليك يا بلو. يا عيون بلو. اصل نعناعة كانت بتوضب هدومها. ايه ده كله ده؟ عقبالك يا نعناع. حسن تعالى خد شنطة الهنا مطلعها فوق. تعالى يا نوني. ايه رأيك في البدلة دي؟ مش حلوة؟ اه مش بطالة. طب مش تقولي ميرسي على المفاجأة دي؟ ميرسي على المفاجأة دي كده حسن؟ مغمزة ازاي دي؟ اديني بوسة. يا نهار اسود ابوسك؟ علشان خاطري. قومي من هنا. لا كفايه كده لنروح النار. علشان خاطري. ومن هناك بقى؟ من هناك؟ من هناك لا نأجل اللي من هناك دي شويه. عندك حق يا حبيبي. نأجل اللي من هناك دي لحد ما تقلع. ايه؟ تقلع يا حبيبي. اقلع؟ مش ممكن بقى، مستحيل. هو ايه مش ممكن؟ وبدلة الفرح مين هيلبسها؟ اه بدلة الفرح. اه صحيح لازم البسها. طب بس دقيقة واحدة علشان انا ببقى في يعني ها؟ ما انت عارفة بقى. يلا يا حبيبي اقلع بقى. عنوان شارع معمل السكر بجاردن سيتي. اذا تهت بقى تعالى هنا الاول وانا هبقى اروح اجيبك بالعربيه. ما تتاخرش وحياتك. ايه الحلاوه دي؟ نهار اسود ومنيل منيله على العيال المخلصه. يا واد انت يا ابن الكلب. حلوه البدله. ها انت لما هانت عليك البدله الاولانيه. الاولانيه احلى واحلى. ايه طب لو كانت احلى قلعتها ليه؟ اه لزوم الحبر على ورق. والله انا خايفه الحبر على ورق ده يزفتها على دماغي. احنا فيها يلا بينا نروح. نروح وسيب الست الغلبانه دي تنفعل وتروح فيها. حنينة والنبي حنينة يا حنينة. انت اميره اللي كلك حنيه. تاني فوق لروحك. انت ناسي تاني؟ انا المجنون. تاني مين؟ فهمي. انت مطلوب. الهانم عاوزاك. We'll be right back.
انتي هتتفهميها فيا. ماما انت اللي غلطان. غلطان؟ غلطان عشان بحبها؟ لا، عشان ما عرفتش تشكمها. اصل بصراحه المأذون ده هو اللي طلع اخويا وانا بتشائم منه. طب مأذون الحي مش موجود، بلاش نتجوز يا ست. نستناه؟ احنا ورانا حاجه؟ هو ايه اللي نستناه؟ اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اقول له ايه؟ انزل قولي له عريس مات. لا انا ما اقدرش. انزل انت قول. انا هنزل اقول. انزل اقول له انا مت ازاي بقى. اتفضلي انت انزلي قولي له. يلا 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 انزلي قولي للمذؤوم. يلا ايه؟ خلوا بالك يا عيون بالله. اسرف المأذون. بتقولي ايه؟ بقول لك اسرف المأذون. اخيرا اخيرا رجعت لعقلك. بقول بدل ما نصرفه نشوف له شغلانه تاني احسن. شغلانه ايه؟ قول يعني نخليه يجوزنا لاننا احنا بنحب بعض. بلو يا عيون بلو. انت هايف. انا عارف بس دي حاجه ما بلو. بقول لك اصرفه. انت عايزه فرصه تفكري. فكري اروح قلدي على اقل من مهلك. انا مش مستعجل، انا عارف نفسي. فكري. ها شيخ مأذون. انا جاهز. خلاص خلاص. ايه العريس مات؟ طلق العروسه.